شاء الله يا زيزي. انت النهارده زي الفل. كلها يومين ثلاثة كده واشوفك بتتنططي في البيت زي زمان واكتر. معقول يا جمال؟ معقول هقدر اتحرك كده واكلكم وكمان اذاكر للعيال؟ حبيبتي هتذاكري العيال وتلبسيهم وتشخطي وتنطري فيهم زي زمان واكتر. بركة فيك يا حبيبي. انا لا اسف يا زيزي، اسف على كل كلمة زعلتك مني، اسف على اي تصرف ضايقك. زيزي عايزك تسامحيني. كمان انت زعلان ليه؟ زعلان عشان هبقى معاك خطوة خطوة في البيت وبره. يا ريت يا زيزي، يا ريت ربنا يقدرنا ويسعدك. لا ده في حاجة غلط. في ايه؟ بعدين يا زيزي بعدين هقولك. لا انا لازم اعرف يا كمال. انا خلاص خفيت او قربت اخف زي ما انت قلت. لازم تقولي عشان اعذرك واحترمك. الست طول ما هي مش عارفه حاجه عن جوزها ممكن تسبب له مشاكل كتير قوي وتغلط. لازم تقولي، لازم تقولي عشان اقف جنبك. حبيبتي منى انا لازم اقولك عشان ظروفنا اتغيرت، بس مش عايزه اقولك دلوقتي عشان ما تتضايقيش. انا خلاص خفيت. قولي يا جمال. زيزي انا وقفت عن العمل. انت بتقول ايه؟ ايوه يا زيزي ايوه، رئيس مجلس الاداره اصدر قرار بوقفي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معايا. وكمان في تحقيق؟ ليه؟ ليه يا كمال؟ مش قلت لك يا حبيبتي مش عايز اقول لك دلوقتي عشان ما تتضايقيش. لا كان لازم تقولي، كان لازم تقولي عشان اقف جنبك. ولو اني عارفه مين السبب وعشان ايه. انت كنت عارفه؟ ايوه يا كمال كنت عارفه. كنت عارفه ان الخواجه دي مش هتنفعك. كنت عارفه ان عايزه تستفيد منك. وبعدين هو ده فعلا اللي حصل، بس انا مش هسكت. الحمد لله يا كمال ربنا واقف معايا، وقف معاك وكرمك وفتح عينيك وبقيت شايف مين عدوك ومين حبيبك. المهم المهم نبتدي حياتنا من جديد. والتحية يا زيزي ده ممكن يحاكموني. كل ده مش مهم، كل ده هينتهي خلاص. المهم نبتدي، نبتدي حياتنا من الأول. خلاص يا خوات خلاص. كان حلم وراح، راح يا خوات. ما تردش ليه يا خوات؟ لسه بتدور ولا بتفهم؟ خلاص يا خوات ما بقاش في حاجة. خلاص أنا أنا ورايا على فساعة وقبليه اصبع السلطان رايح وعشناه. وانت اسكت يا محمود. عارف عارف انا نفسي اعمل ايه دلوقتي؟ قلت لك اسكت يا محمود. صعب على نفسي قوي ابو سلطان. الراجل ده نفسي اخنقه بايديا دول. عشت في انا الجميل وعشت معاه في الاخر ما طولت سنه ولا قعدت ارض. في الاخر عمري خيط ماتي ليه؟ حتى يفوز حتى حتى نموت يا عم سلطان. اصبر انا محروس اصبر. صبرك بالله يا اصبر يا عم سلطان. وانت اللي بتصبرني. مش حل لو ما كانوش هياخدوك بعد ساعة على السجن علشان تلبس البدلة الحمراء. أنا عايز نعمل إيه؟ أنا اللي أستاهل. أنا اللي جبت لنفسي. بعت أهلي وناسي عشان خاطر القرش. هديت على رصه بالحجارة عشان فلوس الأولاد.
ابو ايه عايزين نبقى انتوا عايزين تقلب لبنان عايز تقتل ده تاني عشان انت خدت تمام كل حاجه عملتها يا ابو ليه انت تستاهل يا ابو خواجة مؤاخذة خواجة خواجة حبيبي رايح 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 يا خواجة صدقني حجزت بدلة بقى ملايين جبت بقى بقى كبير قوي عارف البدلة يا خواجة البدلة حمرا اخويا سعيدة بقى خواجة حبيبي هتبقى صعبان عليا صدق انا محروس الخواجة انا ورجعت ملكية المنجم تاني لمصر. يعني مفيش مشكلة إذا بالنسبة للقضية. القضية الشركة اللي هترفعها ضد اللي اسمها ماري لسببين، أولاً التزوير في الاسم، ثانياً إخفائها معلومات هامة عند التحاقها بالعمل. والمهندس كمال؟ المهندس كمال للأسف لازم يتحول لمحكمة تأديبية بناء على التحقيقات اللي تمت معاه. وكمان الآنسة ماري قدمت مستندات تدينوا بيها. والأوراق المهمة اللي كان مفروض المهندس كمال يسافر بيها تقدر انت بقى حضرتك تقوم بالعملية دي؟ أوي يا فندم تحت أمرك، ده يبقى شرف ليا اني اروح المنجم تاني واتعامل مع عمال المنجم. يا سلام، انا والله اول مرة اشوف عمال يديروا منجم بنفسهم وينجحوا رغم الظروف الصعبة دي. حضرتك نسيت عم اسماعيل كمان، ده راجل مجنون زي ما بيقولوا. لا يا فندم، ده عين العقل، ده هو العقل كله. بعد إذن حضرتك اسمح لي أستأذن عشان أروح أجهز نفسي للسفر.